السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، مبارك عليكم ما تبقى من الشهر، الله يعطيكم الصحة والعافية. نشوف اليوم جمهور متواجد وجمهور متفاعل، هذا كله ببركاتكم إن شاء الله. إن شاء الله نستمتع في مسابقاتنا اليوم وجوائزنا مثل ما تفاعلنا أمس في مسابقتنا واستنسنا فيها. اليوم إن شاء الله بنقدم أفضل من أمس مع أختي إيمان الكعبي. حياك الله يا محمد، وأكيد حياكم الله جمهورنا الكريم في مسابقة سوق القرنقعون من درب الساعي. أكيد مسابقتنا مستمرة بإذن الله لين يوم الأحد، يوم القرنقعون. لا تنسون أنكم تجون أيضا يوم الأحد، لأنه راح يكون في توزيعات القرنقعون، في احتفالية أيضا بالقرنقعون في درب الساعي. دائما وأبدا عودتنا وزارة الثقافة بالاحتفال بالفعاليات الوطنية والشعبية بطريقة جدا مغايرة، فأهلا وسهلا بالجميع، ونتمنى أن ما حد يزعل منا. يعني أنا محمد لا حد يزعل منا، إن شاء الله ما في زعل، وإن شاء الله كلهم فايزين. زين، قول لهم آلية المسابقة محمد. آلية المسابقة إن شاء الله أنا عندي أسئلة، وأختي إيمان عندها أسئلة، واللي إن شاء الله يجاوب معنا عندك محاولة. إن شاء الله بنحاول قدر المستطاع أن ما حد يطلع إلا راضي، ولكن اللي ما يجاوب صح يعطي فرصة لغيره، وإن شاء الله أنكم تفوزون معنا بجوائز نقدية. طبعاً الجوائز مالية، عبارة يعني عن مبالغ مالية مقدمة من وزارة الثقافة. مثل ما قلنا لكم لين يوم الأحد بإذن الله مسابقتنا مستمرة من الساعة 10 لين الساعة 11. تبتدي ولا ابتدي؟ بما أنك متأخر يلا أنت ابتدي. لا يلا أنت، يلا يلا محمد، يلا عندش أنت. عندي؟ أي زين يلا. طبعاً إحنا أسئلة جواب عليها واحد، يعني بدون خيارات، والأسئلة شوي فيها صعوبة لأنها من التراث القطري ومن موروثنا الشعبي، فيبي لها تركيز وتفكير، واللي طالع يكون متأكد أنه هو راح يجاوب صح. ما عندنا خيارات، تمام؟ نبلش مع البنات، فاختار بنية جميلة. من بدايتها يا إيمان؟ من بدايتها؟ لا خلاص باخذ بغترة، تعال تعال تعال. أيوة تعال، يلا تعال هنا. حياك الله، يا هلا. الاسم فهد عبد العزيز. والنعم يا فهد. فهد قل لنا، تصوم في رمضان؟ من بدايه رمضان صايم؟ اكيد اكيد اكيد. جواب نهائي؟ نهائي. نسال الوالده يصوم؟ لا بدون اسئله، ما فطر ولا يوم بدون اسئله. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لك ان شاء الله. فهد قل لنا، متى جيت درب الساعي؟ وهاي اول يوم تجي؟ ايه اول يوم. زين ليش جاي؟ بشوف الاحتفالات حق الرنقعو وكذا، يعني نستانس. حلو، استانست؟ رحت مكان قبل ما تجينا هني المسرح؟ ايه. وين رحت؟ بره. حلو، وين رحت؟ عند من؟ المطوع ولا المسحر ولا المطوع والمسحر؟ حلو، نبتدي معاك السؤال. شوف لك سؤال سهل، بس عينك على الكاميرا مش عينك علي عشان ما تشوف سؤالي. زين بعطيك سؤال، يعني ان شاء الله ان شاء الله انك ماخذه في الاجتماعيات. زين، احنا نعرف ان في السفينه او مثلا في رحله الغوص على اللولو في طاقم السفينه مكون من افراد، من افراد السفينه كل واحد له عمل معين. انا بسالك عن الطواش، من هو الطواش؟ عقب الغواصه ما يجمعون اللولو يروحون يعطونه حق الطواش، من هو الطواش اللي يكشف عن اذا في لولو ولا لا؟ لا. يلا فكر. قريب. من حاول. هو الطواش؟ شوف ما أقدر ألمح، ما أقدر. من هو الطواش؟ عقب ما يجمعون اللولو الغواصة يعطون الطواش اللولو، يأخذون من يعني اللي هو من؟ من هو؟ فكر بعدين جاوب. بايع أو تاجر اللولو. مبروك، فزت معنا بمبلغ مالي مقدم من وزارة الثقافة. شفت عند هذاك الشخص؟ روح له. إذن الطواش هو تاجر اللولو اللي يبيع اللولو. يلا محمد. هذه أم حجاب. هذه وينها؟ من عند البوابة، من عند البوابة. تمام؟ إي تمام. أهلا وسهلا، حياة في النص. الله يعطيك الصحة والعافية. اسمش؟ رولا. شو اسمش؟ رولا. رولا الله يعطيك الصحة والعافية.
أول مرة جيتي درب الساعي اليوم ولا جيتي أمس؟ قبل جاية. قبل جاية؟ إيه. سمعتي عن المسابقة اللي موجودة في درب الساعي؟ إيه. موين سمعتيها؟ شلون عرفتي إن في مسابقة في درب الساعي؟ من حمد الجميلة. من حمد الجميلة؟ إيه. الله يعطيه الصحة والعافية أخونا أبو سعيد، حمد الجميلة دائما سباق بالعلوم الطيبة. مستعدة للسؤال رولا؟ مستعدة. طيب أنا بسألك سؤال، إن شاء الله إنك أنت تكونين مركزة معنا. شلون؟ أحس إنك مرتبكة شوي. زين. ما هي القبقة؟ جمعة. فكري بعدين جاوبي. ما هي القبقة؟ من اللي عارف السؤال؟ جمعة. ها؟ جمعة. لا. القبقة. قبقة اللي دائما يسوونها. أنت سويت في بيتكم قبقة؟ أنت سويت في بيتكم قبقة ولا لا؟ لا. ما سويته؟ ما قد سمعتي في رمضان هذا أن في أحد مسوي قبقة؟ بلى. زين شي يسوون إلى راحوا القبقة؟ شي يسوون؟ يحتفلون. صح ولا خطأ؟ والله ما سمعت الجواب. أنت الظاهر أنك ما سمعت الجواب بس أنك تقولون صح. آخر إجابة عندش. يلا. الأكل. الأكل؟ متى يسوون الأكل هذا؟ بعد لا حد يغششها ويجيب فيها العيد. بعد الفطور. وليمة الإفطار في رمضان. ألف مبروك الرولا. مبروك رهي. يا رولا صفقوا لها. مبروك. زين أنا بحد شوي كبير لأن السؤال يبي له شوي تفكير، فنشوف. تعالي أنتي ومشنطة، تعالي. أيوة تعالي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. واحدة بس، واحدة واحدة. أنتي حياتي. واقفين في النص. الاسم؟ سدرة المنتهى. سدرة المنتهى. سدرة المنتهى، اسمك حلو يا سدرة، ايش معناته؟ شجرة في الجنة. يلا ان شاء الله يكون رزقك الجنة وان شاء الله بإذن الله. سدرة قولي لي، شلون شفتي فعاليات درب الساعي؟ حلوة، يعني فيها يعني يحيون التراث القطري، والأجواء الرمضانية وايد حلوة، وقرنقعو وايد حلو بعد، والله استمتعت فيه. زين الحين احنا مثلا الحين وزارة الثقافة ما شاء الله مجتهدة على هالموضوع، شنو الرسالة اللي حابة توجهينها لوزارة الثقافة؟ شكرا على الفعاليات اللي قاعد يسوونها، والله مستانسين فيهم وما اقدر اقول غير شكرا. يعطيهم العافية اكيد القائمين على هذه الفعالية وخاصة مركز قطر للفعاليات. سدرة تدرسين؟ وين؟ اي صف ولا في الجامعة؟ صف تاسع، مدرسة برزان قطر. حلو، يعني عندك معلومات حلوة. زين كم يبلغ طول جزيرة إشراعو؟ الجزيرة في قطر صح؟ جزيرة إشراعو كم يبلغ طولها؟ ما في تقريب إجابات؟ أبي نعطيك خيارات لأنه يعني تستاهل إن إحنا نعطيك خيارات صراحة. طبعًا إحنا سألناها عن طول جزيرة إشراعو، هل يبلغ طولها 3 كيلومتر ولا كيلومتر ولا 5 كيلومتر؟ أنا صراحة أقول 5. أنت كيف؟ كيف؟ أنا أقول 5 وأنت كيف؟ 5 كيلومتر. 5 ولا 3 ولا 1؟ آخر إجابة. 5 كيلومتر. ها ما تبي تغيرين؟ لا لا قلت 5. 5 كيلومتر يبلغ طول جزيرة إشراعو. مبروك وفزتي معانا. مبروك يا سدرة. مبروك والله طلعت معك عارف محمد. والله إني أبغيها تخزر لكنها طلعت صح. أبو قطرة بيضة، أبو قطرة بيضة اللي ورا، أبو قطرة بيضة، أبو قطرة بيضة. إن شاء الله على خشم. أنا جايبة علشان يخسر، لأنكم إذا طلعتوا ما راح تجاوبون. إن شاء الله. يلا بنشوف هو بيخسر ولا لا. إذا خسر نأخذ منكم. اتفقنا؟ خلاص. سلام ورحمة الله. الله يعطيك الصحة والعافية. اسمك؟ يوسف صليطي.
ونعم يا يوسف السليطي، عاد السلطه بيني وبينهم سالفه مع اخوي عيسى بن السلطان المخرج القدير الله يعطيه الصحه والعافيه. قناه الكاس. اي نعم قناه الكاس. الله يعطيه الصحه. ايش اسمك؟ يوسف. يوسف. يوسف هذه اول مره تجي درس ساعي؟ لا ثاني مره. ثاني مره في رمضان هذا صح؟ اي نعم. شلون تشوف الفعاليات اللي موجوده؟ ممتازه. طيب شلون عرفت ان في درب الساعي كان فيه مسابقه؟ والله شفت المسابقه وجيت يا اخوي. وين شفتها؟ الحين من شوي. ان جيت على فالك وحصلت في المسابقه. الله يعطيك الصحه والعافيه، وحن دائما نحث على الفعاليات اللي مثل هذه انكم تتواجدون فيها ان شاء الله. طيب انا عندي سؤال، السؤال ما في خيارات، وانا اخترتك خصيصا لان الكلمه لها معنى. يبي خسر ولا لا يكون غشيت؟ رمضان ما يصير. غشيت ولا ما غشيت؟ طيب طيب يوسف يقول لك ماذا تعني كلمة الجلبوت؟ الجلبوت. ايه الجلبوت. ايه يا يوسف السلطة. ها السلطة. المفروض انك اساسا انك انت تقول محمد لا تسأل السؤال هذا لانك انت اللي المفروض تعرف. ايه مرة علي لكن بعرفه الحين بالضبط. جلبوت. جلبوت. أنا أقول موجودة الناقة. أنت كيف؟ إيه كنا الناقة. الناقة؟ أنا كيفك؟ نثبت؟ توكل على الله. نثبت؟ توكل على الله. صح ولا خطأ يا جمهور؟ لا سفينة. غير على آخر ثانية. كلمة الجلبوت تعني سفينة القوس. ألف مبروك يا يوسف. مبروك يا يوسف. مبروك. تفضل تروح عند محمود. غير على آخر ثانية ولا كان يقول الناقة؟ غششوه. أنت بعد تغششين. ما غششت، ما قلت شيء، قلت لك بس. أنت شلون تقول لك شيء خيار الناقة الجلبوت؟ أنا أعطيهم خيارات وأقول كيفه. زين ناخذ من هالجهة عشان ما يزعلون. ناخذ من هالجهة عشان ما يزعلون علي. يلا ما قلنا لا تصرخون، قلنا لا تصرخون، ترى تشتتوننا وتوترونا. تعال انت بغترة بيضة تعال واقف هادي شحلات مساعة. اوه طاعت غترته. ان شاء الله. اكشخ على راحتك. خذ راحتك. أنت سميه بس محمد ولا محمد بن ناصر؟ محمد بن ناصر. بعد محمد بن ناصر؟ لا لك الوقت كامل. لك الوقت كامل. زين محمد تعرف عليك؟ محمد بن ناصر. ما شاء الله أنت تصير حق محمد. يلا الله يبارك لك إن شاء الله. محمد قل لنا شو رأيك في فعاليات درب الساعي؟ والله زينة، أول يوم أتي هنا بس زينة والله، ما جيت هنا بس أول شيء جيت هنا على طول. زين في فعاليات عندنا وفي السوق وفي مطاعم وفي كباب. من دشيت من الباب وأنا أشم ريحة كباب، يعني لازم نخلص روح ناكل كباب محمد. تمام فوت يعطش الكباب. انزين من شوي سألت اللي طلع قلت له من هو الطواش، بما أن احنا نتكلم عن أجواء البحر والسفينة والغوص. في السفينة في شخص اسمه النهام، نهام السفينة. من هو نهام السفينة؟ من هو النهام؟ لحد يغشش، لحد يغشش. من هو النهام؟ ها يا السمي، ها يا السمي. أنا البحر ما أنا بداري. تبى مطايا. طيب. يلا نهام. في السفينة نهام. من شو يسوي نهام؟ الحين أنا بقول لك إنه خذه هو الموجه، هو القائد. إيه. الطواش قال قلنا إنه التاجر. تاجر اللولو. النهام شو يسوي؟ يجمع اللولو. لا لا. يجمع طواش. اللولو. لا. اللي يقول أوه يا مال. يغني يعني. مغني السفينة أو في سفينة الغوص. مبروك يا محمد. تروح يعطيك الصحة والعافية. هناك. أساس سجل بيانات. إذن النهام هو مغني في سفينة الغوص. تعالي أنت. إيه. شو؟
اهلا، شو اسمك؟ جميله. جميله؟ ايه جميله. كم مره جيتي درس؟ جميله مره، اول يوم. اول يوم؟ انت كنت جايه علشان المسابقه ولا كنت جايه علشان تتمشين في درب الساي؟ انا كل شيء، انا بس جايه كذا اتمشى. وانت يوم جيتي كنت تدرين ان في مسابقه ولا جيتي وحصلت في المسابقه قدامش؟ جيتي حصلتها. جيتي وحصلتيها. ان شاء الله اسمها جميله وهي جميله. هي جميله ان شاء الله. والشعر حلو. من مسوي تسريحتك؟ ما شاء الله والله حلوه. تسوي مثلا يجيب لها بنيتي تسوي لها تسريحه؟ قول لا تغششينها، لا تغششينها. طيب انت صمتي رمضان هذا؟ كم يوم؟ من اول يوم. من اول يوم الصيام لين المغرب ولا لين الظهر؟ خليش صريحه. لين الظهر. لين الظهر؟ طيب انا بسالك سؤال. وين امك عشان تسوي شعرنا عقب؟ وينها؟ اي واحده؟ صورك؟ سوين شعرنا عقب؟ نفس جميلة؟ يلا. طيب أنا بغني معش أغنية. تتغشي من بدايتها؟ ما غشيت. هذا بعدين أنت تأخذين فلوس، ما يصير إنش أنت تأخذينها وأنت تغشين. ما غشيت والله. طيب خلاص يلا. الحين الأغنية تقول ليش قرنقعوه؟ خليش معي. قرنقعوه؟ قرقعوه. عطونا الله؟ يعطيكم. بيت مكة؟ يوديكم. يا مكة يا معمورة، يم السلاسل والذهب يا نورة. متأكدة؟ أحس يا واضحة يا حصة كنا. لا يا نورة. ترى عقب تخسرين عقب تقولين محمد خسرني. لا يا نورة. متأكدة؟ إيه. صح ولا خطأ يا جمهور؟ ألف مبروك. مبروك الجميلة. جميلة مبروك. يلا ناخذ كبار ونصعب عليهم. ايه السؤال كبار. ايه نبي كبار ونصعب عليهم. نبي السؤال. حد كبير. عندنا اسئله صعبه. تعالي تعالي تعالي. ايوه تعالي. لا 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 مش انت اللي وراك، الكبيره شوي. ما عليه. اي اي تعالي تغشي تعالي. يلا مو بنتي مو بنتي. اللي ورا اللي ورا. يلا افتحوا لها. افتحوا لها يا متطوعين. يعطيكم العافيه. أنا أسئلتي صعبة اليوم ليش ما أعرف. حياك محمد، إيش رأيك أسألك سؤال وأعطيك جائزة نقدية؟ يلا حياك في النص. حياك، نتعرف عليك. مريم. مريم حياك الله في سوق القرنقعو في درب الساعي. مريم شلون شفتي الأجواء؟ والله أول مرة أي، بس الجو اليوم مساعد. حلو. أي ما شاء الله. زين رحتي مكان قبل ما تينا المسرح؟ ولا مكان على حلو. يعني شوفوا انا كنصيحه، ترى في حنايات وفي صالون يسوي شعر البنات وفي محلات تبيع القرنقعو وفي محلات وفي مطاعم حتى وفي كشكات تبيع ما شاء الله يعني تاني. وفي الفعاليات اللي منظمينها مركز نماس يعطيهم الصحه والعافيه. مريم شلونك في الرياضه؟ ايمان ايش رايك نعطيها خيارات نقول تبغيني انا اسالها او ايمان؟ يلا. انا قايل شيء ان اللي بيجينا حياش تضرب. ان اللي بيجينا ان ما حد يفوز. هي كيفها، تبغين السؤال عندي ولا عند ايمان؟ اوكي يلا. انت شلونك في الرياضه؟ زين نسال تسالها ولا اسالها؟ لا لا اسالها. من تبغين؟ من تبغيني انا اسالك ولا ايمان؟ محمد يسالك ولا انا اسالك؟ انا ترى اسئلتي صعبه وهي اسئلتها اصعب مني ترى. وين زين ليش شاردة؟ تعالي. ليش توترين؟ يلا سؤال عندي شيمان. عندي. انزين دولة قطر تحتفل باليوم الرياضي لدولة قطر. متى صدر القرار الأميري بشأن اليوم الرياضي للدولة؟ نتمنى ما حد يجاوب. نتمنى ما حد يجاوب. في أي عام صدر القرار الأميري بشأن اليوم الرياضي للدولة؟ أي عام؟ أي عام؟ أنا أقول 2008. أي عام؟ أنا أقول 2008. معليش من أحد، ترى الإجابة قاعد يجاوبون غلط. مح. أنا أقول 2008. كيفش؟ ما في أطلع من هني. أي عام صدر القرار الأميري بشأن اليوم الرياضي للدولة؟
الحين انت ما بتطلعي المسرح، اللي يغشش ما بنطلع المسرح، نحط عليه بلوك 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 بلوك. ها يلا زين، اعطيك خيارات. يلا نعطيك خيارات، نعطيها خيارات. في عام 2008 2008 ولا 2011 ولا 2010؟ ها ترى اللي يقول الإجابة ما بنطلعه، اللي يقول الإجابة ما بنطلعه، يحط عليه بلوك من إيمان. يلا عيد الخيارات. في أي عام صدر القرار الأميري لإقرار اليوم الرياضي للدولة؟ 2008 أنا نسيت، ولا 2000؟ أنا أقول 2009. كيف 2000 2008 ولا 2011 ولا 2009؟ 2000. يلا إجابة، يلا أبي منك جواب نهائي. 11 أكيد صح. متأكدة؟ يا رب. أعطيني جواب نهائي، لا ترددين. فبراير، في فبراير اللي هو نحتفل في فبراير باليوم الرياضي للدولة. أنا أقول أنها تفكر وتغيرها. لازم تفكرين، ما عليك منت. كيفش ترى أنت تخرب عليها. يلا كيفش كم؟ يلا آخر قرار. أنت وايد مترددة، ففكري. 2008 ولا 2011 أنا أقول ولا 2009؟ 2009 أنا أقول. 2011 2011 قبل تروحين هناك. شوفي ما بغيت تجاوبين حبيبتي. إذا نحتفل باليوم الرياضي للدولة في فبراير، ثاني 3 من فبراير، وصدر القرار الأميري بالاحتفال باليوم الرياضي للدولة في 2011. يا عزيز محمد، اللي قالوا الإجابة لا تطلعهم. من اللي قال الإجابة؟ اللي يقولون الإجابات لا تطلعهم. هذه وهذه الحين بتصيرون مؤدبين الحين صح؟ الحين بتصيرون تعال تعال تعال. من اللي جاوب؟ اسمعي، أنت جاوبتي ولا لا؟ هي وهاي ما جاوبت. لا هذه ما جاوبت. أكيد إنك أنت ما غششتيهم؟ هاي جلبيتها حلوة، لابسة مخور وحركات وبركات. يه يه يه. شو اسمك؟ زين؟ دانا حمود. دانا حمود؟ كم مرة جيتي درب الساعي؟ أمس. أمس جيتي؟ إيه. أنت جيتي المسابقة؟ إيه. طلعتي على الستيج؟ لا. أنا أحس إنك أنت طلعتي وفزتي. أمس مبلا. مبلا مبلا أمس. إيه مريم، اسمك مريم؟ وبعد فزتي. شو اسمك؟ دانا. دانا ذيكي مريم محمد. يا الربع رحبوا معي بشيخة. شيخة. يلا اسمك صفقوا لها. دانا. ايه دانا دانا صفقوا لها. زين دانا انت بتجاوبين؟ ايه. شلونك مع الرياضة؟ اوه شكلها رياضية. تلعبين جمباز صح؟ رحتي تعالي هنا. رحتي لمباراة المرايت في كأس آسيا؟ ايه. حضرت المباراة؟ الافتتاح. بس الافتتاح؟ ايه. رحتي للنهائي ولا ما رحتي؟ طيب انا بسألك سؤال وان شاء الله ان انت تعرفينه. انت جاية مع امش ولا ابوش؟ مع عمتي. طيب انا بسألك. وين عمتة؟ عمتة بعد هني. اوكي. عمتة هناك. زين دان، كم مرة، خليني اقعد بما انك قصيرة، كم مرة فازت قطر بكأس آسيا؟ مرتين. جاوبت على طول. يمكن خطأ. آخر جواب وشو؟ خيارات. أنا أقول 10 مرات ولا 11 مرة ولا مرتين؟ مرتين. أنا أقول 10 وأنتي كيفش؟ مرتين. متأكدة؟ إيه. ألف مبروك لدانا. يا دانا مبروك. تعالي. لا لازم أسألك على المخور ذي من وين؟ القطر. قولي لها سر. لا عاد خلي تعلمني، بروح أجيب لي دراعة نفسها. أحب الدراعات. يلا يا دانا يعطيك العافية. إن شاء الله. الله يحفظك. إنزين. تشارك اللي رفعت يدك. يلا حياك.
حياك حياك حياك. يلا أوعدك إنك ما تفوز، بعطيك سؤال صعب. أوعدك والله خذينا من كل مكان. خذنا من هون قالوا ما بتاخذوا من هون، خذنا من هون قالوا ما. يا مرحبا وسهلا. الله يحييك. حياك الله. حياك الله. شلونك؟ الله يسلمك. ساك طيب؟ خير الله يعافيك. اسمك ولا عليك كمان؟ ناصر. ناصر؟ اي نعم. انت سمي العود، ما اقدر اقول لك شيء. الله يسلمك. طيب ناصر، شلون معلوماتك العامة؟ لا زينة، ممتازة. زينة وعقب تقول عطني اختيارات؟ اختيارات مطلوبة والمعلومات إن شاء الله زينة. أنا وإيمان، إيمان متحدثني تقول لي لازم أنك أنت ما تفوز على طول. هي الحين فاز عندها 3، أنا فاز عندي 3. صح. فلا المفروض أنك الحين لازم أنك تخسر. إن شاء الله فيك أمورك إن شاء الله. الله يوفقك يا رب العالمين. إيمان عندك أسئلة صعبة؟ عندي سؤال. ومحمد عنده سؤال. إيه أنا سؤال ومحمد سؤال. تبي سؤالي ولا سؤال محمد؟ والله كيف تعازموا أنتوا. اللي أبد أنا أبغي قرارك. عندك أنت. عندي أنا. يلا توكل على الله. طيب أنا والله ودي أعطيك من برا الأسئلة بس قايلين لا، لكن بعطيه السؤال. ما هي الدانة؟ دانة. إيه نعم. ترى في واجد ما يعرفونها. لعبة. انا اقول لعبه شعبيه. الدانه لعبه شعبيه. الدانه ولا الدامه؟ الدانه ولا الدانه؟ الدانه اللي هي اللؤلؤه. اللؤلؤ اللؤلؤ هذه احسن نوع في اللؤلؤ. كم عددها ولا شلون حجمها؟ شلون كم عددها؟ يعني هل هي مثلا انها الدانه انها حبات لولو ولا حبه واحده؟ حبه واحده هي افضلها وهي احسنها. متأكد من الإجابة؟ متأكد. إيه نعم. متأكد. ألف مبروك. شكله راعي بحر. مبروك تروح عند. هذه الأسئلة المتوايدة المفروض إني أعطيها أسئلة من عندي. يلا يلا تعال بغترة تعال. يلا 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 بسرعة. يلا نختم معك. أوكي. أهلا. يا زين. شو اسمك؟ عبد الله ماجد اليافعي. عبد الله ماجد اليافعي؟ إيه. عبد الله بتفوز ولا لا؟ بفوز. طيب انت صايم ولا لا؟ صايم. صمت اليوم؟ اليوم صمت ولا لا؟ لا تكذب علي. ما صمت. محمود. كم يوم مفطر؟ ولا يوم صمت؟ ولا يوم صام. ما أدري. يعني إن شاء الله إنك أنت بتصوم رمضان الجاي. شوف الكاميرا. يلا. طيب عبد الله اسمك؟ إيه؟ طيب عبد الله السؤال عند إيمان وإن شاء الله إنك تفوز. أفوز. يلا. عبد الله أي صف؟ أول اثنين. أي مدرسة؟ أم العمد. عبد الله تدري إن أنت إحنا بنختم مع عبد الله بآخر سؤال، بما إن عبد الله هو اللي طالع معانا وكشخته ورزته وهالأمور هذه كلها. وإن شاء الله النبي. أنا صراحة ما راح أسألك سؤال، أوكي؟ خلاص هاي السؤال لأنه صعب ما بسألك، فنأجل السؤال لبكرة، أوكي؟ ماشي؟ أبيك تمسك المايك وتقول لي يوم القرنقعوش نغني. يلا شوف الكاميرا. يلا شوف الكاميرا وغن، لازم تغنيها كاملة. كاملة. يلا عشان تفوز. قرنقعو قرقعة معايا جمهور. أخونا الله يعطيكم باسمك يوديكم يا مكة يا المامورة يا أبو السلاسل والذهب يا نورة. صايم يقول عبد الله. على عبد الله. يلا روح عند. ألف مبروك محمود. جيب وصلنا. نختم وصلنا للختام، لكن إن شاء الله بإذن الله بكرة مع موعدكم معانا الساعة 10 بإذن الله في مسرح سوق القرنقعو. حياكم الله واسمحوا لنا على أي تقصير. الله يعطيكم الصحة والعافية جمهورنا الكريم، واسمحوا لنا إن شاء الله على التقصير. شكرا لكم. وعدنا بكرة إن شاء الله. إن شاء الله.